الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ثم أما بعد، قل تحاجوننا في الله. وقل يستقال يصدر. قال الله تعالى قل تحاجوننا في الله موحنا قل دوديسان إلهي يشريتان كيسي حقيس، وهو إلهي ربنا وربكم أنك إيه إذن كبا إساق ربي نوع ولنا أعمالنا أنك وحان الله أنها عمل الله يدا ولكم أعمالك إذن كنا عمل الذين لذهين ونحن أنك الله مخلصون إلهي بأن كلك عبادة وقوني يلينا. أم تقولون مسوحا أرنا إسان إن إبراهيم نبي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يا نبي إسماعيل يا نبي إسحاق يا نبي يعقوب يا والأسباط، إنما ذي يعقوب لا نبي يذاها كانوا وحاها ينهودا يهود بها ينبال ليدي أو نصارى، أما كوا دين تكريستا كايستا. قل وحات الله هذا أنتم ما إذنك أعلموا أغبضا أم الله بس إلهي ما إذنك أغم بس إلهي ما إلهي، ومن أظلم إياك قرد ربضا ممن قف أما عد كتم قرية شهادة مرخاتي عنده أكتي سهادي من الله وألا حقي سكا هذا إلهي أغيسيي، وما الله إلهي مؤهان بغافل متكورلا عما تعملون وحا السمين إيسان. ودودي نمكا يهودا إلهي سبحانه وتعالى وكوا مسينيي وكوا سكسوا أفشري بعض الكودة، وأسلوب التلقين وأسلوب التقرير لا لا سا قرآن كبضاً أسلوب التلقين وحوية يدو النبي إلى هاي الله قيمة يؤت المامة يو صدارة أو صدارة أو صدارة ضادنا وحوفي عن تدليل كذا إلى هاي كسيو كل قيمة سبحانه وتعالى. ما أنت بوحي تاقنت هاي ضاد إلى هاي بي تاقنت ما إلى هاي بي لقد دوذي إلى هاي بي كدوذي سبحانه وتعالى. وقالت السيدو ذا بقى قفكو حكو قالوا بقى إلهي وآنو حقي سيسين قيب كميدي قالت ذا وحي لاذين إلهي بما تشربا ودود إلهي كدو ذا يال واتشريتان كيس الملاحدة لمن كان ملحدين تلاي دعضا ويا كواس قيب كميدي هنا وحي كدو ذا يال إلهي كليقي معها وواد إوالا وهلي وكوا مشركين تلاي دعضا قيب كمدي وحي الله إلهي ولا وهلي يا سجع عرنك أوصل رأيي لكن سلام بقول لي لامرة عيسى عسيري سلام لامرة إلهي كل جل الله ما حريري كره وكوني هاي أطعمه هنا كل جل حريران بركة سلام بقول بهي لاسي مرة أطعمها إلهي ورحية وحاصر لما وحوي في الله إلهي بدود تاجن تكدود يعني أرين حر لا نقن كرمه أرمها إنه قفك كهذا ذا وما ما هو حياب حر لا نقن كرم وحيد هذا قال ذو عسر جانا ينشوبنه وعروره إن دب دب عودة قال سكول كمرك الله شوبه قفك وحول بو كدو ذكره وحول بو كهذا ذكره اختيار بولي حرية التعبير بولي إنه وح دونا يعبره وأفكي سكصارع فكر كيس سكصارع أساسيات كأنه كم تينادت كالعبورين سادرات دين ما أنت إلهي باميس كسارة بأورانية عيال كي سكول كاللودي جاي إلهي باميس كسارة عيال ومحايد الله تهاي إلهي ما تشيرا ومركاسة علمية راية تينيج كها ممراهقها مضحو حنوني سيبا مركا هذه يتشير شام عادة لقالو أصحاب الفلسفة علمية راية لوجي يكوي لها علم نفسي قام ayo halkaa uga bilaabaya walma jaahil oo wax badan loo dhigin wareeraya qofkii yara waalidkii buu imanayaa oo waxba uu ku kordhin waayay irbadaas laga taagay ilaahay baa maanta laga do ilaahay bii jira haduu jiro mee may maaratay maxaynu arki wayne aan doodu halkaas ay taagantay wana nasiib daraadi aad u weyn waxa marka rabbi halkan uu ku cadeeyo subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum sida ilaahay looga doodi kara isaga ayaa idin abuuray anagana abuuray ummadoodan abuuray
إله عيد والبا أبو ري دم قرصارا. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد شيء ولا أكتابه وحكمت الصنع يا إلهي سبحانه وتعالى إيه وكلجيه. هذه الأشياء كلها مصنوعات تدل على صانع وحول إنه أجنابه وحي لهي السميوي وحكمت الصنع شيء قاس إنه إسكسر ما يسمين إسقنا إسصابينين إلهي والسمي وصانع ليه. وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم وحي شيء سبري إنه كلامه قفك إلهي سيداو ديده كقالوا أنه أما خضوعي أما هكذا سمي أما تشيبيني لكن بريدان ويدكنا قال وحو استاهلين الله نعملين إنه الله تشيبينيني بريد لغن نغضو ونحن له مخلصون وحكا لي كدو دين سيدنا هربا وصاح استاذ قال دي جزيرة العرب توقع إنه عيدو دكال الدوانا يهود دا النصارى دا مشركين تا وأنك أبا أنبيادو أنك أبا إسكو قلاه قبيالة دي حميد بدين عانو دقان أنك أبا إسكو قلاه مرك النبي إبراهيم نبي إسماعيل نبي إسحاق نبي يعقوب أصباط أنتم كانوا هودنا والنصارى يعني مرك أول حوي يعني يسكوا فقسيهين معها والله بذا قلبا إليهين يهود بهاي لكن يهودنا وحلا يهود بهاي نصارى دنا وحلا هي نصارى هاي ولا بقار كودن بين ليس كأنبياء يسكوا دريا هتشدوا حوي ما يدك هاي قانا مس إلهي ما إلهي بهاي قانا رماه أيام ترون حكم ذا ayaan darada uu weyn keera insaan barxaatigi loo dhiibay ee diinta qariyay waman adlamu mimman kataba katama shahadatan indahu min allah barxaatigi ilaahay uu u dhiibay ee agtiisa yaalay ayuu qariyay war heer banu israayil waa culimada yahuuda waa axbaarti waa suufiyaashi nabi maxamed dhahayeen kutubtooda cadeynaysay waa ka dulboodeen waman allah biqafilin amma ta'malun وحلا إلى تهديد ووعيد أكيد وهنشبه ذات وين إذا وحاسة ما يسوي حكول عوي أركي دوران تلك أمة قد خلت إلى هاي وسوع لي هل كاهرة وين كصامرني بيج كاهرة آخر كيسة تلك أمة قد خلت كواس النبي لا سوحا أمة هرات تجي لها ما كسبت وحيلين أمة سوحي أشقيستين ولا كم ما كسبت إذن كنا وحلا ذي وحيا أشقيستين ولا تسألون الذين ويدين ما يعمى كانوا يعملون وحي أي سمينيين عملها إذن كان لو ويدين ما النبي ذا أي أنبياء ذا أي صالحين تا ونكسن وحي عمل سميسين لو ويدين ما يلاق بسماعي يربن إسرائيل قصده دي أنت سي سوس عتي هل كاسي ماذا حلها الشيء كله معطي يد أولي حاجة تعليقية وربحين والله صعده قال الله تعالى إلهي ما وحده سيقول وحي أرن دوران السفهاء كوي عقلك قابنا ومن الناس دتك كمدي ما ولاهم حاك سو جيديه مسلمين تا عن قبلتهم قبلتودي حاك سو جيديه بل التي كانوا عليها اي اتكنيه قل وحات هذا لله إلهي كلي بو سغناداي المشرق والمغرب مشرق ماشي قرحد كصوب هذا إلهي با لو ابوري والمغرب ماشي قرحدو كدعدنا إلهي با أبو ري سبحانه وتعالى وكلي إسكاله قل لله المشرق والمغرب يهدي وحوكوها نونينا يا ربي من يشاء عدة وضاره إلى صراط المستقيم شيت وصنب ربي كوها جاية أو كوها نونينا وحكاه الرئيس حقا لفظي قبها كدن بيسا معنا أهان آيادا آيات دادن ب بقول يسد حيا أفرتن ملبي أفرتن أجاهه أفري أفرتن عفوا إلهو لقد نرى تقلب وجهك في السماء فلن نولينك قبلة ترضاها حكى معنا نما آيات سهر ريسو إلهو النبي أبلا قاضي إنه قبلة ذي كعبة أوتشيدين دوره أوتش على النبي عليه الصلاة والسلام أوتشيدسه بلا قاد كسلو سبي كذب نفلنتي بالراعي وإلهي بأوفل يوحى لينا حقاك عبد أوتيس سينه ربه وصى حسن نبي محمد عليه الصلاة والسلام لحية طبان بلاد أما التضبية طبان بلاد أياء أوتو كان يي بيت المقدس أو وقوي قلبات مدينة كقبها ومركو مدينة تقوي ومدى إسلام كنا هل كان سيكون رعصنا
nimanka yahuuddu xoogaa baad moodaysay markii hore inay ku yara farxeen laakiin may soo islaamin manay raacin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam umanay halkii hore kamay soo dhaqaaqo markii nebigu calayhi salaatu wasalaam muddada halkaa u jeesanaya sida aayaddaa dambe aynu akhrinay ay tilmaamayso wuxuu jeclaystay inuu qaabili lahaa kacbada inuu qaabili lahaa oo markii horeba u tukan jiray culimmada qayb ka midi waxay leeyihiin markuu maka joogayna nebigu wuxuu u tukanayay baytulmuqadas markuu madiine yimidna wuu sii waday laakiin sidaa raajixa waxa weeye maka markuu joogay maka u tukanayay markii uu madiine yimiba xaggaa layidhi u tuka rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidii uu doonayay nebigu ayaa ilaahay u yeelay waanu ka aqbalay sidii uu jeclaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam qibladii baa loo jeediyey markuu qibladii u jeedsaday ayaa waxaa duray rasuulka oo wax ka sheego dacaayadoodii bilaabay yuhuuddii madiine joogay iyo mushrikiintii carbeed ee iyaguna maka joogay labaduba waxay yidhaahdeen arrinkiisu sax maaha meelna kuma tiirsanee haddii uu sugan yahay maxaa ka soo jeediyey qudus ee u daysan waaye labada qolaba way yidhaahdeen marka as-sufahaa waa labada qolaba yuhuuddiina hadalkan way yidhaahdeen mushrikiintii carbeedna way yidhaahdeen midna kama nabadgelin nebigu calayhi salaatu wasalaam oo ninku doondoonaya meeluu kugu soo gabbado ma waayo dicaayadda ilaahay iyo rasuulka iyo diinta inay dacaadeeyaan wax ka sheegaanna way u diyaarsan yihiin gaaladu had walba wixii ay haystaanna way ku fulinayaan sayaquulu sufahaau min annaas waxay odhan doonaan iyadoo aan weli la jeedininba ayaa ilaahay uu ka sii waramaya waxay odhan doonaan waxay ka mid tahay mucjisaadka qur-aanka ayay ka mid tahay inuu ka sii waramay waxaan dhicin oo sidii loo arkay sidaasay odhan doonaan waana yidhaahdeen as-safiih waa qofka caqligiisu gaaban yahay ee wax dheer ama shishe aan qiyaasi karin ee aan aamini karin ee aan caqligiisu qaadi karin dabcan qofka iimaan laawahaana waa indhowgarad ee indheergarad maaha inkastoo casrigan khabiir la yidhaahdo oo caalim la yidhaahdo oo aqoonyahan la yidhaahdo oo dad aan ilaahayba rumaysnayn haddana waad arkaysaa qur-aanku magac bixintaa uu nasiiyey waa tii saxda ahayd wax alla wuxuu yaqaanaa ma dhaafsana adduunyada muuqaalkeeda cilmiga maadigii wuxuu ka shaqeeyaa adduunyada muuqaalkeeda sidaa ilaahayba uhi yaclamuuna daahiran min alxayaati dunyaa wahum can alaakhirati hum gaafiluun cilmi way leeyihin laakiin waa muuqaalkan adduunyadabaa ilaahay u leeyahy adduunyadu daahirna way leedahay baatinna way leedahay oo ah xikmadda loo abuuray inaad garato daahirkuna waxa weeye cuncun ka yar iyo sida loo farsameeyo sida loo shaqaysta oo aad garato baadinkeeduna waa inaad fahamta sirta ku jirta insaanka loo abuuray intuu ifkan joogo kataasaa ka maqan idan markaa cilmigooda iyo khibraddooda iyo waxoo dhan safiihnimu ilaahay ku xukumay mar haddaanay aqoontoodu ilaahay gaadhsiisnayn oonay aakhira gaadhsiisnayn oonay qeybka rumaysnayn as-sufahaa waa ka xagga hore aynu ku soo maraynay waman yarqabu can millati ibraahima ilaa man safiha nafsah diinta nebi ibraahim ee islaamka cidda diidaysa waa safiih sayaquulu sufahaau min annaas maa wallaahum can qiblatihim allatii kaanuu calayha qibladay u tukanayeen maxaa ka soo jeediyey oo yuhuuddu waxay leeyihiin har qibladii qudus waa kii u tukanaya muxuu tii reerkoodii buu tegay halkiisii buu ku noqday mushrikiinta carbeeda sufahaaduna waxay leeyihiin hadduu sax yahay muxuu uga soo jeedsaday baytulmuqadas waa kii teenna ka tegee midna kama nabadgelin qul lilaahi almashriqu waalmaqribu yahdi man yashaau ilaa siraad almustaqiim ilaahay baa bar iskale oo galbeed iskale oo ciduu doono jid toosan ku hanuuninaya marka macnaheedu waxa weeye ujeeddadu ma ahaa qiblada laakiin ujeeddadu waxa weeye amarka ilaahay in amarka ilaahay la qaato hadduu yidhaahdo maanta ka taga kacbadoo meel kale qaabilay dhacdana halkaasaa ilaahay lagu raacaya subxaana watacaala marka guri dhisanna ma aha meel kalena la danayn maayo waxaa la danaynaya in ilaahay laga amar qaato meeshuu ilaahay kuu tilmaamood ku dhaqaaqdaabaana jidka toosan ah yahdi man yashaau ilaa siraatin mustaqiim sidaa daraaddeed waa kuwa culimmadu yidhaahda
meesha loo tukanaya ma kacbada mise waa halkay ka dhisan tahay labada qowlba way jiraan laakiin sida saxda ahay waxa weeye meesha loo tukanaya inay tahay kacbadu halka ay ka dhisan tahay kacbadu booska ay ka dhisan tahay weeye itijaaha dhabta ah ee la qaabilaya marka waa inaad ku beegantaa awniyadii aad ku beegantaa halkuu ilaahay calaamadeeyay baa halkaas xataa hadday ka dunta laa samaxa allah meeshaasaa la qaabilaya mise la fiqiya wallahu subxaanahu wa tacaala aclam alxamdu lilah wathanaau lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi waman waalaah uma amaa bacdu waa suuratu lbaqara aayadda 343 had iyo jeer raqamka waxa leh ama tirada aayaddu waata ka dambaysa maaha ta ka horeysa dadku in badan bay ku khaldamaan oo markaa dee suuradda bilowgeeda u noqoto tirada aayaddu xagga hore kagama taalo ee marka aayaddu ay dhammaato ay xagga dambe kaga taala waa baraarujin weeye oo tirada marka la sheego dad badan baa ku khaldama nambarka aayaddu ama tiradeedu xagga dambe weeye qaal allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi wakadalika sidaasaanu jacalnaakum idinka dhignay ummad yahay ummatan wasada ummad dhexdhexaada baanu idinka dhignay litakuunuu si aa u noqotaan shuhadaa'a kuwa ku markhaatiya cala annaas dadka si aa markhaati ugu noqotaan wayakuuna arasuulu rasuulkuna si uu idinku noqdo calaykum shahiidan dushiinnu nebi maxamedna markhaati idinku noqonaya maalinta qiyaamaha wamaa jacalnaa kamaanaa yeelin buu ilaahay yidhi alqiblata qibladii allatii kunta calayha qibladaad u tukanaysa ka soo jeedinteeda lagaa soo jeediya waxaanu kor u yeelnay ilaa linaclama si aanu u ogaano mooyaane man yattabicu rasuul cidda nebi maxamed raacaysa sala allahu calayhi wasalam miman qof baa laga ogaanayaa calaa caqibayhi yanqalibu calaa caqibayhi cirbihiisa ka noqonayo iska laabanayoon ilaahay ka amar qaadanayn wain kaanat waxay ahaatay soo jeedintaasi qibladaa laydinka soo jeediyey la kabiiratan mid weyn bay noqotay ilaa cala aladiina dadkii unbaanay ku weynayn hada allah ilaahay uu hanuuniyey wamaa kaana allaahu rabbi muu noqonin liyudiica iimaanakum salaadiinnii hore tukanayseen ilaahay ma luminayo ina allaha binnaas ilaahay dadka la ra'uufun raxiim aad buu ugu naxariisanaya naxariistu dadka siinayaa way badantay aayaddani ummaddaa ilaahay si toosa ula hadlaya ummaddu way kala duwan tahay waxay noqotaa ummatu lijaaba iyo ummatu dacwa ummatu dacwa oo ummadda baaqa loo fidinayo oo dee gaaliya islaam bale inta badanna yaa ayuha annaasu baa loogu yeedhaa ummatu lijaabana waa ciddii baaqii rususha soo ajiibtay ee islaamtay ee hoggaansantay kuwa halkan ilaahay si toosa ula hadlayaa waa ummaddii xaqa soo ajiibtay islaamka ahay hadwal ay joogaanba oy hormuud u yihiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa waxaa ilaahay uu faray dadkii inay qaabilaan qiblada oo ay u jeedsadaan marka halkaa waxaynu ka aragno cad qibladaas waa qiblo dhexdhexaada qibladu xisiyan wa macnawiyan si muuqata iyo si kale oo la fahmayo oo daliilku sheegayba dhexdhexaad bay tahay labada qolee midna gaabiyeen midna xadgudbeen labadaa midna qiblo uma ah ee qolana bari iska calaamsatay qolana galbeed qibladeenu waa dhexdhexaad wixii ciddii ilaahay ka tala qaadanaysaa wixii ay samaysa ama meeshay martaadaana dhexdhexaada marka wa kadaalika sidaa qibladiinu dhexdhexaad u tahay idinkana waxaanu idinka dhignay ummatan wasadan umma dhexdhexaada waa dhab weeye daraasadda hadda la sameeyey waxaa lagu ogaaday alarda liyaabisa dhulka inta qalalan inay qibladu u tahay dhexdhexaad oo dhulbarheeda ama xudunteedu waa maka waa xikmadaha iyo mucjisaadka qur-aanka ka mid tahay markii daraasad lagu sameeyey maabka umma dhexdhexaada ummaddaa dhexdhexaadka wasadku waxaa la yidhaahdaa had iyo jeer cadaaladdana waa lagu tilmaamaa oo qofka caadilka ahi
قابسنا ماها مدحت قدبنا ماها تبت توسن بكو تارين مركا عدالة بيلين أمد إسلام الدنيا ذا إيا آخرة لبضبا وأمد عادلين قفك قرتو عدالة يالان كراوة مركو إيمان لي سداد درادد أيها الدين ميال لحكومة أيها الدين عيد مسؤولية الله قاضي أيها الدين عيد لحكومة أيها الدين مرخاتي لنقر وصدني ماذا سألوا بهين سيدة وصدوا يهين بو إلهي سين شرحوا لتكونوا شهداء على الناس لأمارين تقيامها ضد كمرخاتيون نقطان ومضى إسلام كل نبي يدى مارين تقيامها مرخاتيون نقطان حديثك صحيحة وحكو سوغن نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحو حسين نوحي عن بيادة كلبة مارين تقيامها النبي يدى بألكين يا إلهي وحو الله يا رسرسوشي دعوة دقارسيني سيدتك ومضى ذي مقارسي سيهاب الله أمتي هاي ما يدي سوى قارسي الرسول كاني ما يبي لي ما جاءنا من بشير ولا نذير وإحنا دقيا وإحنا بشاري مدنا ما نعرف يا كمر خاطية ومد النبي يقول لي رسول كاس يجي نوح للي كورما مر خاطبان وكنا إنه قارسي الرسول كاس إلى هاي يقول لي يا إيدين شيء رسول كيجا نوش شيء لي رسول كيجا aya no sheegay wada quraankiina waa kan sheegay rasuulkiina uu sheegay halkaas uu ilaahay kaga haraya ilaahay wixii xaqiisa ka soo fulay hadii aad cuskato qiyaamaha calaan male laakiin waxaad iska tiriyo wax cid kale sheegtay iyo wax bidca ah maalinta indhaha qofka laga dhufanaya litakunu shuhadaa ala nas kadalik intaynu adduunyadan joognana dadka muuminiinta wanaagsan barxaatigoodu mid lagu xisaabtamayo soconay oo إلهي كي يرسل يوي حديث كسحاء عمر بن الخطاب ورنا يوحى وتلمامي نبي محمد عليه الصلاة والسلام تناسد بالا رسول مري ولا أمارا بركاسو نبي ورواجبت ويواجبت وقتها دنا تناسد كلا الله رسول مري ورواجبت مركي اللي ويدي أريقا واجبت ويواجبت محا واجبي وحر قفك هراء وأمانتين جنة واجبت قفك الدنبنا وآذيسين نار بواجبت أنتم شهداء الله في أرض على معنى الحديث إذن كو حتى مرخات يدي إلهي أو نولك تشوغة نولك تشوغة لكن تتك مرخات يد مرخات يقول الله حساب تميا وتتك إلهي إلهي والله الله يا رسوشة كتلقات مرخات يقول وناكسن فريا مرخات يقول الله حساب تميا ما هدتك حن مرخات يقول وقال كبوا على جيابه قال إني مرخات كعان وإذا ذني وأنا أقسم بها صما لي ولا أقسم بها ومرخات كعيا مرخاتي قن وامد ده أن قطش قطشيني أفتو بهايني يا والله قماده اختياره قف كانوا يحس والله إني كاسي ألف شنوها كان كلنا إسكي سوري أهل شنوها لكن نقول مرة بدن بين عادي سنة إن لس حواش تشي هذا لقى قيل الله أهل شنوها أهل شنوها أهل شنوها marka dad badan oo xubka aqoon baa iyana iska raacinaya kala laga hadlayaa waxa weey marxaati qofku wax ka ogaa oo iskiisii ikhtiyaarkiisa uga marxaati gaca li takunu shahadaa ala nas marka shahaadadii aayada waxa laga fahmayaa inay u baahantay wasatiyya waxay u baahantay cadaalad wa ashhadu dhawai adl minkum adlu riwaya ya adlu shahada hadii war la warinayana cadaalad buu baahanyahay هذه مرخاتي اللي شايفينها عدالة بوبهاية قفك فاسق الله إذا هذا ليس كمذوب كقرين وحبلا قد جيسن ماي لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ومضى نوح مرخاتي كسي النقرية مارنت قيامها النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي مرخاتي كسي النقرية وكي حصوصة المي النبي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة أرنكو سيديابون نقونا يا أدقاء مركا آنو كوكينا أدقاء ومضو الباء رسول كوذي وكو مرخاتيا لكيني أدقاء نوحا لو كيني دونا محكمة دا إلهي أدقاء ومضى مرخاتي كوة ويلبي نبي عليه الصلاة والسلام ويصور بوحوك قاتي حالتا وحا مركا آنو براروشين لهين ومضى إيادا على مده إذا وحى كوكا أهو على قرآنك أسوغي الوسطية ومد معها حد قذب لك قابسنا
إذن مركا لغة القرآن كنا برايا أما نصوص وحوي وصدح مذو إما الوسطية وإما الجفاء وإما الغلو غلو هو قف حد قد بيا وحن دين هاي بودين كنكت يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم وقف إسيري الدلال ودين تكو أتكو وشبايا تشعيل هايو لكن جهل جيسي وحو كاني إنو درتيرو ودلالكيسي ولك شيطان كيبا وحو شيطان كلا بس يود بددك وقفا يديسته قف شبه كقفا يديسته قفنا شهوة قفك الدين تشعلا دلالة يوحو كقفا يديسته شبهة شبهة معنى يد وحو ويان وحان دينا هاي بودين وقلقا يان دابا تنو أرد يا حاجة كلا وقب وضعي سيدي نمانكي خوارج تكون عضي نمانكي خوارج تلورنش ري دلالة بيسلا وكن نبي وكور رمي لها وحي صلاة دين إيا صلاة دودة إيا صومك إيا قرآنك عبادة دودة ويدين لا يابد دونتا بركا قفك حاجة كلا وقبح يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية رمية ما شاء الله قد نصد وقب وضع ورن أما الله إيه وقب وضع قفك مركا شهوة دعاية هايساء باهيدا نفتي سؤال صهر عاية هايساء تعالك الدنيا ذا إيه الراحة تعالنا شهوات كل شيطان كوقفة إذا يستاه تبتنا يساقنا جفاء باكو نعاه لوح طور يكتاب حور يتناسل باكو نعاه مركا هذا يجوز وهذا يجوز هذا لا بأس به أيوب بذينا يساقنا كان يدب مالها دينتو ماها عسر ما إن الله غفور رحيم يساقنا بذينا يساقنا رساح لقيا وإنه جمعتنا يسكت تكنا يسرادي كلك تجاي عيدها أنا تكنا يو مرسوم يا مرك تجاي دبتنا وحلا ورد دين تدتكم ما تقعد كين يساني إن الله غفور رحيم استجنا الشهوات كيسي أيو شيطان كف على سنية نبي عليه الصلاة والسلام مرك كهد لي تدتك لقدرين يو وحولين من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المخص صدح وينين توضو حكمت إلهي ولا ويني قفك عرض لها يقفك علمك لها يقفك مدح لها عادل كها طبعا وحكوش كو قيد كان هو عادل كان قف عر وهو مسلم وهو دين تسكو عمل فريوي قفك مركا دين تيقاننا محوري وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه يقف قرآن كي حنبار سنة أن غلوينا سمينين وندر تشيرين أن جافنا أهينو أن رقن كي عمل كي كتين معنا قرآن كي كمرو قلالين كمرو قلالين وقيدنا بيالان بولا قلالا قيدنا بيها لفتو دو كل حق قلالا سوما إذن مركا الله بدا رمضو حاود حيايا الوسطية وقف كي ندين تي عمل كي رقن كي سيدي رسول كي صحابة السحابة هاي سيرت أي نحر كشرع هذا وفق سنادين وقول نغمه وأنا كون نبي يقول الفرقة الناجية وحاني نقدين كوا كسبا ما عليه الرسول والصحابة نبي محمد أصحاب سيدين توفهمين فهم واي مركا أمد الله بضع سيود حيسا وحي ليه مركا أرنتها السمات بين لا هذا هاي سمات كذا وحكم إذا الخيرية مركا وصديا لا سمات كذا وحكم إذا إنه أي نقدين تدك سدر خير لكنتم خير أمة وحكم إلى العدل سيدا هالكم بإلى هاي وكشاري وضدكم مركا يهين ضد لحالة وهذا العادلين يقولون إسكم أحد قدبان ومضاها كرانكم أحد قدبان إلهي حقي سنكم أحد قدبان وحكم إذا وصدي هذا ومض إسلامك ومضنا وكل ربينا أن يسر وفر ورفع الحرج إن أي تهي الدين فضوط وأن عليس لهين وإلهي أضومها وحمر والبكو أضوم صدا وحي أي كري كري يعني وحان أي كري كري ننبأ إلهي مصاره ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلى آخر الآيات آيات بضن إيا حديث بضن منهج كإسلام كإنو يهي نبير أو أضومها أن كلف يا كريتونك أهي وحكم إذا وصد هذا سمات كذي على ماذا الحكمة حكمة ده معناه ذو حوي قول إيا فعل با وماشي سالة لقيا تضمها عشوائيين ورين عيدونا نهري ده دينة إسلام كتتك كل رغمية وتضحك مضلي سادة لا ديت بها هدو قفك فعل سمين أيو هدو طلابة قاضة هدو دعوة في دين أيو مروى البوح كد ذالي حكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا
ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. مرك قول هي فعل هي فكر بعد هذه يصير سيدة صحراء حكمة كشرته أي على مضوا ومضن يو دينتن وحسماتك والصدية ذا كملا التبيين والتبصرة إن قفكم منهجك قصة على أو يهيم ذعاب وحدثك وباقي أنا ووحعب وانقرصانين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يطلو صحفا مطهرة. رسولك يا قرآن كان وآخر يوسيده بينة ذلك سال جهر قدر لك قاطع إن وضدك وعطه وأنا قبش كأجت شنجد كدمر إسأنا كأقر صانين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بصيرة بصيرة هي بينة. قفكم مركب دين تسف عنه فهم سين شبهة هي شك هي شهوة بدنا الشيطان كجمع فائدة يستو لبعض أمرك أنت سمات كساو حلقوك على سارية صدق حريقة إنه سوشة جيناها مغلوبة متجفابة موسطية سمات كأمرك وقف كلية على مرها وحراعية تشتك وسطية دي نحلحات واي أنت سين أمرك راعين لهين ورمتي عصر جنا إنه تشوجنا له آدي آد لو جب هاي قف كونه دين تي سوح كبرته دلال كينا السمايو رسولك صلى الله عليه وسلم يا الصحابة دي سينا وكذا أيضا دينتي سأنو كقلالين وضدك الشيء تناسل كفر يا أما وقع عن هذين يا أنو أداعين إسلام ركانا أنا كوك الله عن الدين. إلهي بأوحى سبحانه وتعالى أوحى الشيء سرت الله سوتشو دي ضدك أوحى يينا هذا امتحان وما جعلنا القبلة التي كنت عليها قبلة هذا تكن يسك سوتشو دين تنك سوتشو دي كمان دقيم بولاهي إلا لنعلم السيئة نوغا نمويا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وحالك العدين يعد النبي الرائس يعد قالوا بيسيئة دي ذي ساعد بها ذيك النقونيس وحي سوي الدين له إلهي ميانو هرأو سيئوغين ما يوو سيئوغاي وعلم التكليف وعلم الظهور دادكو إلهي موچنايا وغان شاها هرأو سيئوغا من قدر يبوها لكن waxa la doonayaa adoonkii si ama loo ciqaabo ama loo abaal mariyo abaal mari wanaagsan loo siiyo inay muuqato oo tii takliifta ilaahay uu soo muujinaya qofkan si ay u cadaato mowqifkiisu si uu cadaado waa cilmiga muujinta ilaahay uu muujinayo oo ay u cadaato talaabada uu qofkani qaadayo marka halka waxa ka cad xikmadda loo soo jeediyay dadka la yiri halka ka yimaado halkan u jeesada kala saaritaasay dadkii la kala saarayo mid gaaloba iyo mid islaama wa in kaanat la kabiratan illa ala alladheena hada allah wa ha soo jeedintaas mid weyn baahay dadku ilaahay hanuuniyay mooyaan kuwa way u fududah wana sidaas weeyo fuqahaadu waxay raadaan mufaraqatul maalufi mashaqqa hadii meel la qabsado oo meel aad meel ku sugnayd muddo إن aad faaruqdood ka dhaqaajisaa way culus tahay marka ku sugnaansho halka muddo loo tukanay ama lagu sugnaa dadka way ku culustay qof ilaahay u fududeeyay booyaan waxaynu ka faa'iideysanayna aayada ficil kasta inuu qabanayna hadaan ilaahay noo fududeynin adoomaha uu ku adkaadaa ilaahay ba adoomaha u fududeeyay subxaana wa ta'ala awood aynu leenahay acmaasha iyo wixii amaano inoo ah iyo wixii ilaahay ina amray kuma fulin karno hadaan ilaahay noo fududeynin وكائل هاية الباب سبحانه إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إلى هاي من نقني من سلادين اللومينية يهود الدعاية ذو هذي بأو حكم ابن غضي صابت آية ذو كسو دكتوية وحي لاذين محمد وكتشت سيدة قدس وحقا سوكت سيدة بكا عجيب وضد بذن بحجرة وحقا أو تكنا إياه وإسكبر انتايا يقو حقا أو تكنا إياه ديكوا صلاة بالله قما أقبلين با كوا صلاة بالله قما أقبلين daayada sahadana ay suuqa ku soo daayeen ila cadahoodi ay ka sii daayeen iyo meelahay wax ka nashuushadeenayeen markaas uu ilaahay taa ka jawaabo wuxuu ri salaadiini ma ilaahay ma luminaya aa u tukanaysan baytul muqaddas u tukanaysan ee ilaahay wuu aqbalay idinkiina joogana waa la idinka aqbalay kuwii dhintay sheegayaanay leeyin lagama aqbalin ilaahay ka aqbalay
ساسا ayaa go'aankii rabbi noqday waxa kale oo isweydiin leh salaada maxaa loogu sheegay iimaan iimaanka waxa loogu sheegaya aan waxay aayadu daliil u tahay culimada ahlu sunna wal jamaa ay u dalishadaan iimaanku inuu ka kooban yahay qawl iyo amal iyo i'tiqaad in qalbiga laga rumeeyo qawlkiina laga dhawaaqo tawxiidkii camalkiina la sameeyo saddexdaasuu ka kooban yahay salaadiina saddexdaasay ka koobantay salaadiina saddexdaasay ka koobantay arkaanteedu waa saddexdaa arkaan qalbiya iyo mid qawliya iyo mid ficliya arkaan qalbiya waa niyada oo qofkii haddii aanu niyoonin salaadiisi maan saxayso arkaanta qayb ka midina waa qawli oo qawlkaa laga dhawaaqa sida takbiiratul ixraam suuratul faatixa oo fara lahay attaxiyaadka dambe saliga nebiga assalaamu calaykum waa arkaantii qawliga ah inta soo hadhayna waa ficli waxaa kaloo jira oo markaa aayaddii ay caddaysay iimaankii haddii aanu salaad lahayn aanu salaad lahayn dee lagama aqbalayo qofkii oo wuxuu noqday qof aan iimaankiisii midha dhalinaynin nimanka la yidhaahdo murji'ada ama firqadaha ambaday baa waxa ay leeyihiin qofka iimaankiisu mana nuqsaamayo mana siyaadayo camalna uma baahna waa sida kubadda iyo fataatiirta hadduu kala shaato uu ku filan yahay alaa qiilkaasay qabsadeen dad badan oo soomaaliya oo iska shahaadanayo aan tukanaynin cibaadada xaggeedana u kacayn tukanaynin camalna samaynaynin qof dee muslim baanahay buu leeyahay marka iimaankii waxa uu ka kooban yahay oo uu ku kobcayaa oo ku dhammaystirmayaa in qalbigii iyo qowlkii iyo camalkii israacaan saa daraaddeed baa salaadii ilaahay uu iimaan ku sheegay maadaama iimaankii salaad u baahan yahay iimaankii camal u baahan yahay wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum inna allaha binnaasi la ra'uufu raxiim ilaahay baa subxaanahu watacaala dadka u naxariisanaya qad naraa buu ilaahay dhabnimo waan aragnaa taqalluba wajhik wejigaaga u gadgadoomaya u jeesanaya fi samaa'i xagga kore falanuwaliyannaka waxaan kuu jeedin doonaa qiblatan tardaaha qibla aad ka raalli tahay fawalli wajhak wejigaaga waxaad u jeedisaa shatra almasjid alxaraam masjidkaa xurmada leh jihadiisa waxaytumaa kuntum meel kasta oo joogtaan dadka muslimiinta haddii aad tihiin fawalluu wujuuhakum wejiyadiina waxaa u jeedisaan shadrahu masaajidkaa jihadiisa wa ina aladiina uutu lkitaab kuwii kitaabka la siiyey yahuudiya nasaaradu la yaclamuuna waxay garanayaan annahu jeedintaasi alxaqu min rabbi xaq inuu yahay ilaahooda xaggiisa ka yimi wama allaahu ilaahay muu ahaanin bikaafilin mid ka warla camaa yacmaluuna waxay samaynayaan qaddu dee taxqiiq bay faa'iidaynaysaa ilaahayna waxba kama qarsoona subxaanahu watacaala nebi maxamed ummadda uma soo bandhigin arrin u qarsoonaa buu ahaa oo markaa niyadiisa ku jiray ilaahayna waa qalbi jiray subxaanahu watacaala quluubta addoommaha iyo waxay ku fikirayso iyo de isagaaba abuuray isagaaba maamulaya marka nebigu arrinta wuu jeclaa niyadduu ku hayay waan arkayaa buu ilaahay yidhi samada inaad kolba xagga kore eegayso oo aada waxyi filayso oo aada ilaahay wax ka sugayso oo jeceshahay amarkaa in lagu siiyo qad naraa taqalluba wajhik fi samaa sarraynta ilaahay bay aayaddu sugaysaa iyo culuwiga ilaahay subxaanahu watacaala oo addoonku markuu ilaahay wax ka sugaya xagga saru eegaa xagga saru gacmaha u fidiyaa xagga saru wax ka sugaya ilaahay sarrayn buu leeyahay addoomihiisu ka sarreeyaa wa fawqa carshi taqallubu lwajh markaa inaad kor eegto markaad ducaysanaysa ama ilaahay baryaysa laa ba'sa laakiin fi salaah wuu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa salaada ku jirto nahyi baa ku soo aroray xadiidka saxiixa inaad indhahaaga kor eegto xagga aad u jeesato xaggaad haddaa eegaysa waxaad eegaysaa halkaa aad ku sujuudayso sida nusuusta qaarkoodba ku sugan ama nebigaba calayhi salaatu wasalaam saxaabadu ay kaga warrameen waxaa se dhacda bay leeyihin culimadu marka axaadiidta qaarkood aad eegto waxa ay tilmaamayaan ma'muumka la tukinaya inuu isagu imaamka eegayo oo asxaabtu ridwaanullaahi calayhim markay nebi maxamed inooga warbixinayaan
deegarka inuu dhaqdhaqaajin jiro iyo ficilada uu sameynayo inooga sheekeynaya inay ka waramaya. Arintaas markaa waxay tilmaamaysaa ma'muumku inuu imaamka eegayo. Imaamka iyo qofka kalida tukanayaana halku ku sujuudayuu eegaya. Isaga laftiisuna nabigu wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam, maalin maalmaha ka mid ah ayaa isagoo tukanayo dadka tukanaya ilaahay jannadii iyo naarta tusiyey. Markaa kolku jannadii arkay buu rucubihii iyo barwaaqadii laalaaday iyo midhihii hawray ayuu ku dhaqaaqo uu isyidhi mid soo qabo. markii dambi uga sheekeeyay wuxuu yidhi kolkii ay aragteen inaan hore u dhaqaaqay jannadaasaan yara tiigsado, waxaan isyidhi wuu bal midhahaa soo qabo. marka waxay ka faa'iidaysanayaan fuqahadu meel dheer bay wax ka qaadanayaane, iyagii buu ku leeyahay kolka ay eegayseenan hore u dhaqaaqay muu odhanin maxaa ay eegteen iyo ma hoos u foorarsataa muu odhanin. marka halkaa waxaa laga faa'iidaysanayaa bay leeyahay ma'muumka inay u bannaan tahay inuu eego imaamka. maalikiyada ayaa waxay dhaahdaan qofku waxa uu eegayaa jihada ah halkaa uu tukana u eegayaa. waxay ka qaadanayaan fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam, wejiga ujeedi halkaa qibladeeda tukanayso, qiblada ujeedi wejiga. laakiin nusuusta waa la isla akhriyayaa, halkuu ku sujuudayaa buu qofku eegayaa hadduu keligii tukanaya ama imaamiya. waxaa kaloo masalada laga faa'iidaysanayaa waxaa ka mid ah shuruudaha salaadu ay u dhimanayso in loo jeedsado kacbada. shuruudii salaada shanta ahay in waqtigu uu galo, qofku dahaaro qabo, cawrada asturo, isla markaana qiblada ujeedsado, qiblada ujeedsado. marka shuruudii bay ka mid ahay, waayo ilaahay baa soo saddex jeer laba jeer oo dambena wuu soo celin doonaa fawalli wajhak shatra almasjid alxaraam. marka halkuu qofku qaabilinaya waa masaa'ilka fiqiga aayadda aynu ka faa'iidaysanayna, ma wejigu qiblada qaabilinaya mise wuxuu u jeesanayaa maca jirkiisa? aayaddu waxay caddaysay halka loo jeedinaya lagu ilaalinayaa inay wejiga tahay, wejigaa muhiima. sidaa daraaddeed haddii aad xaggaa u jeesato waa kaa buraysaa bay leeyihin fuqahada qayb ka mid. qayb ka midna waxay leeyihin daatadii qofka oo dhan ayaa aayaddu looga jeedaa shaqsigii oo dhan oo dee isagii oo dhammaantii waynu xaggaa wada jeedsadaa. hadduu ismelmelo ayuunbaa markaa salaada ay ka buraysa. marka wejigu wuxuu u taagan yahay soo jeedkii qofka. fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam, waynu soo xusnay ilaa afar meelood oo shareecadu ay saamaxayso inuu qofku qiblada ka jeesan karo. midii waxay ahayd markuu dayoobo ama asqoobo, midina waxay ahayd marka uu qofku musaafirka yahuu sunaysanayo, midina waxay markuu dagaalka ku jiro, mid afraad baa iyaduna jirto ama afraad iyo shanaad, afraadna waxa weeye markuu bukaan yahay oo cid ujeedisaba ma hayaba, dhinacaasaa sariirtiisiiba loo jeediyeyba isna isma rogi karo, xaggiisaasunbuu u jeesanaya. mar kalena waxa weeye tanunbay malaha dee si uun isugu mid yahayne, kolka ay duruuftu kuu saamixi weydo aad caafimaad qabtid bee inaad qibladii qaabisho. diyaarad baad saarantay, tareen baad saarantay, kursi baad ku fadhida, cidiba kuu joojin mayso, wala axad cid ku maqlaysaaba. war baylooda xaggan u diyaaradda dee ma taalo iyo tareenka, salaadiina way taagantahay, waanay baxaysaa, isma taagi kartid. halkaasaad u tukanaysaa. markaana xaaladaha shanta ah waa waqtiyada la saamaxay inuu qofku ka jeesan karo qiblada duruuf baa keen. waxaytumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatra, nabiga inaanay ku eegayn bay tilmaamaysaa ummadda islaamka oo dhan ay faral ku tahay inay u jeedsadaan qiblada. qiblada amarkaa ilaahay uu na siiyey xagga dambe aynu kolley ku sharxi insha allahu. waina aladiina uutu lkitaab, kuwii kitaabka la siiyey, la yaclamuuna annahu alxaqu min rabbi, kuwii kitaabka la siiyey waxay garanayaan inuu dhab yahay. maxaa dhaba? rasuulkaa dhaba, qur-aankaa dhaba, jeedintaa dhaba, damiirka saddexdaba way celiyeen. la yaclamuuna annahu rasuulku ama annahu qur-aanku ama annahu jeedintaas alxaqu min rabbi, xaq ilaahay xaggiisa ka yiminay yahay way garanayaan. wama allaahu biqaafilin camaa yacmaluun. oo markii saddexaad aynu marayno, ilaahay baan ka warla aynu ogsoon waxa samaynaysaa. cid kaa awood badani hadday ku tidhaahdo waxa aad samaynaysa waan ogahay, macnaheedu waxa weeye hanjabaad halkii u dambaysay bay maraysa. wallahu subxaanahu watacaala. alxamdu lilaah wathanaau lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacala aalihi waasxaabihi waman waalaah ama bacdu. qaala allahu tacaala waayadda 154 min suurati albaqara, ilaahay baa wuxuu yihi walaa in atayta haddaad ula timaada alladiina kuwii uutu lkitaab,
كوي كتابك لسيا يهودي النصارى دا دولتي ماذا بكل آية دليل كستة وقد إسلاده كوقان عن قبلة سيا وشيت سدا ما تبعوا قبلتك يقو قبلة هذا مرة عيان وما أنت أذقنا ميهد بتابع مذ راعي قبلتهم قبلة هذا مرة عيس وما بعضهم بركودنا مؤهان بتابع مذ راعي قبلة بعض بركة كلا قبلة هذا مرة عيان ولا إن اتبعت أهواهم هداد ربيتان كود الراعضة ويسكو دارت إلهي وانسكو دارت هداد ربيتان كود الراعضة من بعد ما جاءك وحي كوي مد بدي أو من العلم علمك أه إنك أدو إذا وقت قال من الظالمين وحد كم تهي تلمي فلاياش دالين كالراعي دالين نبو النقضي وركي وسوق بقبي إلهي وحشاقي عناتك يموقفك حن أي تاقينهين قالت وليبكو أهل كتابك warkoodu wuxuu ku go'an yahay muslimka maxamed horka ayay in duufsanna mooyaane inaan tanaasulinaynaa sirtaas uu ilaahay ka warramo quluubtoodii buu inooga soo waramay quraanku gaalada qalbigoodu ka soo warama wuxuu ka waramayaa munaafiqa qalbigiisa si ay marka dadka muslimiinta ay ilaahay ugu qaataan subhanahu wa ta'ala tilmaamahooda ku dhaaranaya labada jeerba dhaarba soo noqnoqonaysa wala in ittaba'ta wala in atayta isaga isku dhaaranaya rabbi subhanahu wa ta'ala haddaadu keento kuwii kitaabka la siiyay aayad kasta aayadu way noocyo badan haddaad mucjiso u keento haddii aayad quraan u keento baraaciya qibladaada sidaasaanay noqotoo tii yahuuduna halkoodii bay u tukanayeen ama ay u jeesanayeen nasaaraduna barigoodii kuwan kalena qarbigoodii iyo dhinaci galbeedka ay u jeesanayeen qolaba halkoodaas ay ku eegato aayadu waxay faa'iideynaysaa oo kale qofka muslimka ah inuu yahay qof mowqif leh قف مبدأ له قف عن مصلحة هجي وما أنت بتابع قبلته ولبع علماء وحي لنا علماء البلاغة تناكسي أذك تهرئ ما تبعوا إيه تابع بذن هو اسمي بذن هو فعل اسمي قوح فعل كتجدد بو فائدة إياس يس بدل لكن الاسم يفيد الثبوت والدوام اسمي قوح فائدة عربي هان مبلاغة هان إنه شيء قاسي سغية marka iyaga waxa la ima tabicu qiblataka wa fi'l qibladaada ma raaciya laakiin halka waxa la wama anta bi tabi'in wa ismi adiga sugnaanshahaagu bade iyagu sugnaansho male laakiin adigu waad sugan tahay oo qibladaada ku sugan tahay oo mabda'aagaad ku sugan tahay oo manhajkaagaad ku sugan tahay sidaas qofka muslimka lagu ogyahay qofka muslimka cid waliba waxay ugu soo hagaagaysaa wuxuu aaminsan yahay iyo wuxuu qabo iyo wuxuu ku dhimanayo wuxuu ku nool yahay waa lagu soo hagaagayaa waa lagu yaqaana ummadaha kale bal siduu ilaahay uga warabay qiblo sheegay haddana wuxuu yiri walaayni tabacta ahwaam qiblada uu sheegay ay u tukanayaan haddana hawu ku sheegay diintoodii hore inuu soo marayna aayadkii horena hawu ku sheegay dhab wey asriga aynu joogno waxa uu weyn la caabudaa waa taa uu quraanka ka warramay la yiraahdo hawada imka gaalada waxay ku leeyeen waxyaabaha agteeda lama taabtaanka ah ee dawladaha iyagu ay difaacaan ay u dhiseen waxa kamida ma yusama bil hurriya hurriyada ma waxa loo haysataa hurriyada islaamku uu qabo inay uga jeedaan maya waa hurriya ibaahiya waa hurriyad lagu xalaashanayo xaraamaha ayaa lagu xalaashanayaa ilaahay baa lagaga xoroobaya diinta lagaga xoroobaya waa hurriyada oranaysa anigu waxaan doono sharci hala iga dhigo walaa in tabacta ahwaa marka quraanku hawo cabira hawadu meel ay isku taagto male afarta jihay ka wareegaysa maanta waa xaqan birina waa xaqan saadamana waa xaqan sharcigoodu maanta waxana la doonayaa birina waa la bedelaya saadamana laysa fihi thawabit diinteenu waxay leedahay ama shariicadeen shay loo yaqaan athawabit waxyaabo aan isbedelin oo lama taabtaan usul al-akhlaq wa mahat al-akhlaq wal aqaid aqiidooyinka iyo usuusha iyo lama taabtaan wey adilla waxay leedahay qadciya oo sugan oo aan lana nasakhin lana bedeli karin lagana codayn karin oo sugan ayay leedahay iyagu wax thawaabit la yiraahdo maleh thaabitka kaliya sugan waxa weeye xorriyadeena inoo diina xorriyadeena inoo diina halkaasay maanta taagantahay waa ta keentay markaa ilxaadka mulxidnimada loo ololeynayo waxa keenaya qofkii wuxuu leeyahay ilaahay waxba igu xidhaya diintuna waxba igu xidhaysaa waxaa la aamino dhami tabaru ii samaynaya marka dabarada oo aynan jiraayo aan ka talaaba
waa tan yare caanteynkee laynoo soo wariyay dimuqraadiyadda Soomaadmaqa odayaasheenan ay xayeysiyaan maaragtay dimuqraadiyadda ma aha oo qura marka sida ay u yara sheegaan ay oranaysa een waa wada tashi iyo qofku inuu ikhtiyaarkiisa iyo ra'yigiisa cabire taama waa afkaar iyo ideolojiyad bay xambaarsantay taa ilaahay uu sheegay way hawada qofka si dhab ah ugu kuurgala waa hawadaas weey hawadaasay ku salaysan tahay oo waxaanu doonaynaa in lagu xukumayo waxaanu doonaynaa sharci noo aha waxaanu doonayno waxaanu diinana diid maaha diin maaha waa saas marka muu oranin qibladoodii wuxuu yiri xataa qiblada u jeesanaya laftigeeda hawa aloorta uu iska bedaynaya hadduu doono waxa ceeba iyaduna dadkii cilmiga lahaa inay qaar bilaa cilmi oo jaahiliina raacaan min bacdi maa jaaaka min alcilm ummaddii aqoonta lahayd ee diinta lahayd ee qur-aanka haysatay xadiidka haysatay rasuulka haysatay inay kuwaa daba cararaan waa ceeb innaka idan la min aldaalimiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam toos buu ilaah hadla wuxuu yihi haddaad kuwaa raacdo daalimiintaad ka mid noqonaysa rasuulu sala allahu calayhi wasalam maa yafcal dalik dee nebigu sidaa ma samaynaye waxaa samaynaya dadkan ku abtirsanaya silan ayaa muslimkiina sheeganaya mariiqana laga siinay magacii soo haray dadkaad aragtay door moodee dabagalay markaa digniintaasi ummadday ku jahaysan tahay qofku hadduu diintiisa seego daalimka u weyn wey alla wuxuu yihi alladiina aataynaahum lkitaab kuwaanu kitaabka siinay yacrifuunahu way garanayaan nebi maxamed kamaa yacrifuuna siday u garanayaan abnaahum wiilashooda wa ina fariiqan minhum koox ka mida nimanka ahlulkitaabka ah la yaktumuuna alxaq xaqii way qarinayaan wa hum yaclamuun iyagoo garanaya alxaqu min rabbik xaq wuxuu ka yimaadaa ilaahaaga xaggiisa e falaa takuunanna ha ka mid noqonin min almumtariina kuwa shakisan walikullin wijha qolo waliba jiha u jeedsataabay leeyihiin huwa muwalliiha uu u jeedsanayo fastabiquu alkhayraat khayraadkiiyo waxa wanaagsana ilaahay uu idin faray u tartama aynamaa takuunuu meel kasta oo joogtaan ya'ti bikum allah ilaahay baa idin keeni qiyaamaha jamiican idinkoo dhan ina allaaha ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax walba wuu karaa waxba kuma adkaadaan xaqaaiqii dhabta ahaa ayaa ilaahay noo cadcadaynaya subxaanahu watacaala intaasoo dhan waxaygu wuxuu inoola hadlayaa diintu danteennay haysaa diinteenna islaamku ee ilaahay uu noo keenay subxaanahu watacaala ee aynu dhaxalkii nebiga haynaa waa danteenna waxa qabiya oo nacasa oo hallaba qofka garan kari waaya inay diintu dantiisa tahay ama diinta ku dacaadaynaya inaanay kitaaba la dantay ma og soomaad maqal mid baa yidhi kitaaba la dantay ma og dhegtee waxu saareeno way u dhiibeen sida intaasu ku yeedhiy kitaaba la haddaanu dantaada ogeyn ma gaalkaa dantaado ma naftaada dantaado ma reerkiina dantaado intaa midda dantaada ma oga ilaahay ku abuuray adiga ee kitaabkan qur-aanka kuu keenay ku sixi lahaa ku toosin lahaa markuu dantaada garan waayo bal wa ciddaad leedahay ilaahay bay ii dhaantaa adaa sheegi waa inkaar qabniba wey marka saa daraaddeedba aayaadku wax waloo danteennu ay ku jirtaba ay noo sharxayaan alladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaahum waa sir ilaahay uu noo sheegaya subxaanahu watacaala kuwii kitaabka aan siiyey kutubta towraad injiil way garanayaan qur-aankay garanayaan yacrifuunahu damiirka culimmadu waxay u celinayaan qaar ka midii wixii aynu soo haynay aslulmasalaha ahaa masaladii asalkeeda aynu ku dul wareegaynay qiblada ahayd qibladaa way garanayaanoo kutubtoodii baa sii sheegtay inuu nebi maxamed xaggaa u jeesan doono haddana xaggan u jeesanayo way sii hayeen ama yacrifuunahu waxay garanayaanba rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam siday wiilashooda u garanayaan tashbiix cajiiba wey ilmahaaga kama aanbatid marka u horeeyu kaasoo horbaxaba waad garataa nin culimadii yuhuudda ka mid ahaa oo islaamo markii dambena culimadii ka mid ahaa saxaabada ayaa waxaa low cabdillaahi ibnu salaam radia allahu canhu ayaa axadu saxaababaa weydiiyo wuxuu ku yidhi bal ka waran sidaa sidan maaragtay aayaddu ay sheegayso haa buu haa inankayga waxaabaan kasii aqaanaa buu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay baa isaga ii sheegay oo qur-aankaa ii sheegay oo calaamadii baan ku hayaa laakiin dee inankayga islaantaydunbaa ii sheegtay faqabala calaa ra'si madaxiisu ka dhunkaday uu dhaho la run baad sheegtay
إنن كنا إسلام تعيش يكتبون لنا إلى شيء كنا إلهي لا إيش يجيب إلهي إسلام تندى اسم أجمع كراه يا وحويا لبعن أكيني كريم كما يعرفون أبناء كما يعرفون أبناء سداسا مركا ضدك هذه يشر مرخاتي كفرية ساسها قريب كم إذا يجون وحي قرينا يعني حق يجو قرينا يجو قرنايا وعيب كله حق إن قرنا يسود قريسا مصيبة ويمي لذلك بقى أبو هريرة عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله عنه ومر والبدأ ويسكر عشرة دل حاسد أو كتب الصنقراء أبو هريرة عصري وتشوجا بس إمك قربا كتب قيلي سوشيال ميديا مالها كار كذا لسه ما ذا أبو هريرة عين كان وها أبو هريرة محسا وليه أبو هريرة كان كقف ستة شيدان بقى كسوتش هي شيدان كوكو مسبار ده بدك سوقي يا ذا أصحاب تدور فريستو كمدي مركز سوحي لأن أكثر أبو هريرة أبو هريرة وبديه وكان وحبضا أيا ونجو آخر حديث بضنا كل كاو حكوا الرمي تجنين تا إلى هاي وبحنا يا آية تاني يا آية ذك لبها دي أنا يشرين شيء جاي سقف كيو حق قرينا يا حق قرنا يا هطو قري عيب تبلية ونسكا مسلها بروح حد عايز وضع لكن أمانا بدنا أمانا ده دينه واتشبه قف كوتين ودرك جارسيو وإن فريقا منهم وأولاد ذودي لا يكتمون الحق وهم يعلمون يجوا حق قرنايا أيي قرنايا حقنا وقرنايا وعبوي الحق من ربك فلا تكوننا من الممترين حق إلهي وكي ما ظهر نقني هو كشخص وحيكون شيء جيسين وكفى إذا سنينا حيسيس بدن باكرة الدنيا ذا قلوا إحنا وهرم أربعة نهينا مبادئ ذا يضاف عن كايا جنا عصرية كايا جنا حق كايا جنا هنونا حيسيس كاسورنا كايس كدقوا إلهي وحي كي مده حقه أم بحلقة شيء حق الله إلى هذا واك تدك حلك أوه بركة تدك حق ويسك شيك شيك تاني الحق من ربك حق إلهك وكيم سبحانه وتعالى هنقنك وكشكيه آيات واحد كلاي نوع طيسي تدك الدنيا ده كل نوعي قلوا ولا بمن مال بيكو أجهين أذو مال شاذا كو أجو الكي وراك له وما أنت بتابع إنتي بسيات كيني سوري كل وجهة هو موليها يهود وشهاي وشهاي سدان بيليهين نصارى مال بيليهين kuwa kala meel ay for for sidan bay leeyeen idin kula qibla leedii marka yaa la idin ka dhaqaajin in ku adkaada manhajkiin huwa muwalliha wuu jeesanay wakadalka mabaadi afkaarta iyo aragtiyaha iyo mabaadida qolo waliba sida muqaalkoodu meel gaar ah ay ugu ururayeen dadka muslimiinta ayna waxa ay leeyeen wajha meel ay ku jahaysan yihiin ilaahay bay ku jahaysan yihiin jannadiisa ay ku jahaysan yihiin مبدأ أبي كنّا لهين كنّا لمن أيان حق لا إله وجهه أي ليه إذا مرك آيات معها وحيابها مبادئ بعض الكائن ولهاي فصحية وليها قلوا ولبا وجهها إسكلا يضعي وجهها يضعها إسكوا ضطاء تامها ولهاي ما أقول وجهها حقه وحانهين وده آيات كوا كإلهاي سعد إياها وقش يعني وحوي يا والله إسكوج يا قلنا قلنا دين تناسل ما يسيدين كنها تناسلنا وكبر النقشة دي بعيد وأكيدس وهدي الآخر اسم جاف فاعل قرادة سبعة عظم في العين هاي نذو قرص وجنا متواتر ويجدون واحد آخر هو مولاها ولكل وجهة هو مولاها قلوا ولي بواحد لا ذاي شيهو لو شيدي قلنا إلهي بقى وشيدي أمري قلنا الشيطان كأو شيدي هو مولاها لفظاً كل يا ضميرك وأن قنا يهود إنك استطعت بدن لقش هكين يوم لكن هذا أنا أريجن كل با يا مرة حاجة معنى مفردة قلوا ولا بوح لا ذا شهر له كذي أما يجوا أو كذي سدين ضدك ما لها أو كلا كذي سد خير ما هي أنا إذنك فاستبق الخيرات إذنك خير بالله إذنك وجه خير كين أو دار يوك في ذي است وقتها علماء القيم كم ذي واحد عادان أما يكون فسرين عيدا ولكل وجهة هو موليها تدكو إلى هاي الله الضيابة ومسلمين أهل القبلها دي إلى هاي الله الضيابة قالوا ولي بما يلبي كسوة جيسنة سوى ديك عركاو دينا قو حقين وجيسنة قلوا دي نقاش ريسة قوة بريحيقة قوة قلبات مسلمين تقايب ولي با جهة أي كسوة جيسنة بيلين عالمك وقبلها أي كسوة قابلية وديك عركاو مركا للدوافة يا صلاة الله أقيمنا تدد كيبا وشكور جيسنة إلى هل كيلو جسنا يا دحدو ضلقو صار روره
مركا ولي كل من المسلمين مثل كسر مسلمين تكمل ذي بقى وحلي وجهه جهة وجه سد جهدي وقيب سنت عالم مركا آيات داعس أن أسكون مع النقل يرسل كل تلمام صلى الله عليه وسلم مركو شرح يي آيات كندا معناه ذي لهاي ورقب ومن حيث خرجت فول لوجهك شطر المسجد الحرام ما بين المشرق والمغرب قبلة وحيون دحية برئية قلبات وقبلة يوية هاي مركعة هو الله بقى لهم صومها إنك أو كونفور كحقنا يرهير مدينة أو وقوي كحقة برئية قلبات انت ودح حيسا قبلة أوت لكن كورهن ضدك قلبات كحقة أما كحقة بري يقنا محاين نقول نيسا ما بين ال ها ما بين الشمال والجنوب قبلة كونفر إيه وقوي انت كده حيسا إيه قبلة يوت ساسا مركا ولكل وجهة هو موليها قالوا والباتش هذا كعبضة أيوم بكسوتش السنية مركا تسوتش السنة كدب وحل الدونة يا خير كينا بضيسان أي كم إذا هاي الصلاة التي كان يفستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتي بكم الله إن الله على كل شيء قدير ساسا إلهي وبشاري يضدك وحط الباما يا وحالك لغا صحيح قادنا يا وخير إلهي نوى ليسور تاقي دونا إلهي نوى حبكو ما أتكادان وحيابان كو أتكان إنو حكم إذا شرعيين وحكم إذا إنو إذن توسي وحكم إذا دنب دافكين وحول بي لهي وكرا سبحانه وتعالى مركالك وحي نكفى إذا استناء آياتك قبل ذو ولو ويسي سعودانا أي كن نوح نحسن أيان قفك مسلم كآ إن لقو أقي هاي مبدئي سي موقفك إلهي وعيمي سبحانه وتعالى وهذا ما أقوله أستغفر الله والله سبحانه وتعالى